بلدنا اكيد حلوه بكم وحلوه بتفاصيلها وحلوه بتكاتفنا وحلوه بدعمنا لبعض. خلونا نتابع واحده من المناطق في بلدنا الحلوه. وهذه المره يمزج بين الريف والحضر، وكان المكان معدا من قبل رابطه ابناء البطان الثقافيه. اعدت الولائم وحان الوقت لاستقبال فرقة أبو حرير للتراث التي جاءت مشاركة في هذه التظاهرة الثقافية. البطانة بيوت وقبائل استوحت من طبيعة المكان تراثها وأدبها الشعبي، وعلى الرغم من التحول الكبير الذي حدث وسط الأهالي بسبب التعليم، لكنهم ظلوا مربوطين بتراث قومهم حتى وهم في قلب العاصمة الخرطوم. أتى شعراء الشكرية تشحذهم همم البادية إلى مزارع الخرطوم، يطوعون كلماتهم ويسترجعون ذكريات كانت وما تزال، حكايات تزين حياة الناس في بادية البطانة. رايل في المعسن هاد غاسل قشها، الليل بسحاب تمادة، تشيل أقدامه في الخطوات بتاعك إسراد دخدها نور يضرب بالسيوف الحادة. يا شيخ موسى بقصة قصدني ولج قصقص عظمي رجلجي ورجع بترجع، وجه فوق يقدح نور جبينه الوجة رد علي والحزبين في الحين فجة شرفا شاشة له شوشن ربشن كشكي قشي في الكوشة كشن منه حدما وقرج من وتحينة بشنو عشن وتحشاهنه بالعسين نشنو وكيف برتاح ورايحة وانت نفسي وروحي يا ريحانة الطيب البداوي جروحي راحت بالي في رؤياك تريح روحي لو كان رايحة خودك روحي قبل تروحي جميلة جمال النجيل جل جالي جماله أجيت جيد من جديد العسين في ناله جميلة جمالا أصلا ما بجوز إهماله جل جملك جميلة جل جلاله جل جلاله من صانحها خفف عود تمارد من الفقر من نحها تمر كوبته ونعناحة فوق الدر وتضيب عقب ما اسمحها لكن طريقكم والفوار غلبينا مسلك قاسي ومقدار النفس للشخص شرط أساسي بقول لشبيهة الصيد السماحة قياسي أي سفينة في بحار سبحة لها مراسي أتيت كئيب وحامل هم شديد في راسي أذهب عني شخصا مرهف الإحساسي عينته ونظر فيه عملت قياسي وجدت المنظر الخلاب فريد في الناس إلهي الخالق السماء والجبال رواسي يهنيك ويسعدك يا المهذب وراسي مسك قلمي وضحت مداده في كراسي من وين أبدأ فيك أعلنت فجأة إفلاسي سألتك رد لي قل لي كيف خلاصي وأين مخارج يا تفاح جزر تنقاسي اللوح والقلم والكرسي والإخلاص من الفقرب كهربت ضربت ماسي لكن طريقكم والفوار غلبينا مسلك وقاسي ومقدار النفس للمثلي شرطي أساسي أنا يا شبيحة الصيد السماحة قياسي أي سفينة في بحار سافع عليها مراسي. أنفاس الشعر والغناء كانت هدفا أجمع عليه الحاضرون بلا استثناء وسط أجواء أسرية احتشدت فيها صور اجتماعية اعتادها الناس في رحلاتهم الترفيهية. يا الله الكريم تعطينا حلالا كسب مين يا
ايدينا نبقي الفريق اذا علينا ونمسح وينزلون الفينا يا رب العباد تجمعنا نجوم خاتم الرسل بخوينا يا رب العباد الخبر الأكيد قالوا البطانة ترشت وساريتا تبقبق للنهار ما تفشت بالتمساق عليه طرف الفريق دعشت عبر الحاضرون عن صنوف متفرقة لما يحملونه من تراث الفروسية ويحتفظون به لأنفسهم لكن المكان والزمان السيف والصديري رمزان لا يخلو منهما بيت في البطانة وفرقة أبو حريرة تجوب آفاق تلك السهول توثق لارتباط السيف وأهميته للقبيلة